بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم جميعا. اليوم أحب أعرج على قضية مهمة. البنغلاديش هذا الإنسان اللطيف البسيط اللي يخدم كخلية النحل بصمت، يعمل كثيرا ويتكلم قليلا. اليوم أكو أحد قدر من عندنا أنه ينصف هذا الإنسان؟ 5 أشهر 6 أشهر بعيد عن أهله، متغرب لغرض كفل العيش الكريم. اليوم هذا الإنسان يعيش فد مظلومية. المظلومية أنه صار لهم 4 أشهر ما مستلمين رواتب. 4 أشهر هذا البنغلاديش ما مستلم راتب. ليش؟ ما حد ما قدر يشعر بمعاناته، ما حد ما قدر يقعد وياهم يحل المشكلة مالتهم. محمد، صار لك ايش قد ما مستلم راتب؟ 14. كم شهر؟ 14. 4 شهر ماكو راتب؟ ماكو. طيب انا اليوم احب ان اقف وقفة اعتصامية لمدة دقيقة تضامنا معهم، ليسمعني المسؤول عسى ولعل ان يلبي حاجتهم ويقضي حاجتهم. فانا اليوم احب ان اوقف هذه الوقفة الاعتصامية لمدة دقيقة واحدة معهم، عسى ولعل ان تصل الى المسؤول. نتمنى انه اكو شخص معين له صاحب قرار يحل المشكلة ويتدخل في حل هذه المشكلة لتصل اليهم رواتبهم. 4 أشهر يعني ما وصلتهم رواتبهم، ذول الناس خطيئة يعني. تحياتي لكم، تحياتي لجميع من يشاهد هذا الفيديو. تحية طيبة لهؤلاء الأبطال المساكين اللي إذا أردت أن أصفهم بكلمة فهو الإنسان. حقيقة هم إنسانيون. نعم، تحياتي لكم.